المحاضرة الثانية بعنوان Database Models and Types of Table Relationship. أهداف المحاضرة: تهدف المحاضرة أن يتعلم الطالب أنواع نماذج قواعد البيانات مثل النموذج الهرمي والنموذج الشبكي والنموذج العلائقي. أيضاً يتعرف الطالب على أنواع العلاقات مثل علاقة one-to-one, one-to-many, many-to-many. نموذج قاعدة البيانات Database Model هو عبارة عن نوع من نماذج البيانات الذي يحدد البنية المنطقية لقاعدة البيانات ويحدد بشكل أساسي الطريقة التي يمكن بها تخزين البيانات وتنظيمها ومعالجتها. ويعتبر نموذج قاعدة البيانات العلائقية هو النموذج الأكثر استخداما. النموذج الأول وهو النموذج الهيراركي Hierarchical Database Model وهو نموذج قاعدة البيانات الهرمية، هو نموذج بيانات ترتب فيه البيانات في بنية تشبه الشجرة وتسمح هذه البنية بتمثيل المعلومات باستخدام علاقات الأصل والتابع، وقد يكون لكل أصل العديد من التوابع ولكن يكون لكل تابع أصل واحد. كما يتم تخزين البيانات والسجلات التي ترتبط ببعضها البعض من خلال الروابط، فالسجل هو مجموعة من الحقول مع كل حقل يحتوي على قيمة واحدة فقط. يحدد نوع الكيان للسجل الحقول التي يحتوي عليها السجل. أمثلة على هذا النموذج: كل سجل طفل له والد واحد فقط، في حين أن كل سجل من الوالدين يمكن أن يكون له سجل طفل واحد أو أكثر. فمن أجل استرداد البيانات من قاعدة بيانات هرمية يجب أن يتم اجتياز الشجرة بأكملها بدءا من الجذور. هذا النوع من النموذج معترف به كنموذج قاعدة بيانات أولي الذي أنشأته شركة IBM في الستينيات. هذا النموذج له تطور تاريخي بدءا من عام 1960، فقد تم تطوير الهيكل الهرمي من قبل شركة IBM في عام 1960 والتي كانت تستخدم نظام إدارة قواعد البيانات في وقت مبكر. في عام 1992 فقد نموذج قاعدة البيانات الهرمية جاذبيته عندما أصبح النموذج العلائقي الذي أنشأه كود معيارا واقعيا تستخدمه عمليا معظم أنظمة إدارة قواعد البيانات المعروفة. وقد جرت مناقشة تطبيق قاعدة البيانات المترابطة للنموذج الهرمي لأول مرة في شكل منشور في عام 1992، وعادت أنظمة تنظيم البيانات الهرمية للظهور على سطح من جديد مع ظهور لغة الرقم القابلة للامتداد XML في أواخر تسعينيات القرن العشرين. في الوقت الراهن لا تزال قواعد البيانات الهرمية حاليا تستخدم على نطاق واسع، وخاصة في التطبيقات التي تتطلب الأداء العالي جدا مثل المصارف، الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتعد قواعد البيانات الهرمية التي طورتها شركة IBM سجل ويندوز الذي أنتجته شركة مايكروسوفت من أكثر قواعد البيانات الهرمية استخداما وشيوعا. مميزات النموذج الهرمي: أمان قاعدة البيانات، كفاءة التعامل مع قاعدة بيانات كبيرة، يعزز مشاركة البيانات. أيضا من أهم مميزاته سلامة قاعدة البيانات واستقلالية قاعدة البيانات، بساطة المفهوم بالإضافة إلى أنها قاعدة بيانات معتمدة. وكما أن للنموذج الهرمي مجموعة من المميزات أيضا له مجموعة من العيوب. أهم هذه العيوب أنه من الصعب إدارة بياناته وغياب المعايير. أيضا يفتقر إلى الهيكلية في الاعتماد وأيضا قيود في التنفيذ، بالإضافة إلى صعوبة في إدارته. أيضا تطبيقاته في بعض الأحيان معقدة البرمجة وتفتقد إلى وجور معايير، بالإضافة إلى أنه لا يوجد تعريف للبيانات، وإذا تم حذف العقد الأصلية وكذلك العقد الفرعية لا يمكن إضافة عقد فرعية دون إضافة كافة العقد الأصل أولا، بالإضافة إلى مشاكل في إدارة قواعد البيانات. وأيضا لا يتفق مع العديد من البيانات الشائعة مع نموذج One to Many. النموذج الثاني وهو Network Database Model وهو النموذج الشبكي، وهو نموذج قاعدة بيانات ينظر إليه باعتباره طريقة مرنة لتمثيل الأشياء وعلاقاتها. التطور التاريخي للنموذج الشبكي Network Database Model:
اولا المخترع الاصلي لنموذج الشبكي هو تشارلز باكباد في عام 1969. وضع مؤتمر اللغات نظم البيانات المواصفات نموذج قاعدة البيانات الشبكي في اواخر عام 1971، والذي اصبح اساسا لمعظم عمليات تنفيذ النموذج الشبكي. واستمر العمل اللاحق لذلك حتى بداية الثمانينيات من القرن العشرين، حتى بلغ ذروته في المنظمة الدولية للمعايير ISO. من ضمن مميزات هذا النموذج بساطة المفهوم، ويعالج المزيد من أنواع العلاقات، مرونة الوصول إلى البيانات، استقلالية هذه البيانات، كما أيضا يعزز سلامة قاعدة البيانات، ويمكن التعامل مع معظم مواقف النمذجة باستخدام أنواع السجلات وأنواع العلاقة. أيضا النموذج الشبكي قادر على نموذج العلاقة المعقدة، ويمثل دلالات إضافة أو حذف على العلاقة. من سلبيات هذا النموذج أنه في بعض الأحيان نموذج معقد ويفتقر إلى الاستقلال الهيكلي، كما أن بعض التطبيقات البرمجة والاستخدام معقدة، بالإضافة أيضا إلى تحتوي قاعدة البيانات على مجموعة معقدة من المؤشرات. النموذج الثالث وهو النموذج الأهم وهو النموذج العلائقي. هذا النموذج تم بناؤه على نظريات الجبر العلائقي، وتتلخص فكرة النموذج في النظر إلى قاعدة البيانات على أنها مجموعة من الجداول أو علاقات تسمى relation، والعلاقة هي عبارة عن مصطلح رياضي وتمثل جدولا ذا بعدين صفوف وأعمدة، ولا توجد هناك أهمية لترتيب الصفوف أو الأعمدة، حيث تمثل الصفوف مجموعة سجلات من الجداول records أو tables، وتمثل الأعمدة الصفات لهذه الجداول attributes. ويجب أن يكون لكل صفة مجال domain من القيم التي يمكن أن يحتويها هذا العمود، وترتبط هذه الجداول مع بعضها البعض بواسطة روابط، ويجب أن يكون لكل جدول مفتاح رئيسي لتمييز الصفوف عن بعضها، والنقطة التي تمثل تقاطع الصف مع العمود تمثل قيمة لهذا الصف.